أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم جميعا إن شاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم: وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا. واليوم إن شاء الله سنتكلم في سلسلة الصحابة الذين بشروا بالجنة، الله يرضى عنهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. صحابي جليل اسمه حارثة ابن النعمان، كان من الأنصار الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحب الأنصار إلا مؤمن، عليكم السلام أستاذ أحمد، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فحارثة رضي الله عنهم ابن النعمان كان من هؤلاء الأنصار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خير دور دور الأنصار، خير دور دور الأنصار. والأنصار بني النجار وبني عبد الأشهل وبنو الحارث وبنو سعدة. وبنو النجار كانوا أخوال النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، يعني نزل عندهم فقاموا على خدمته صلى الله عليه وسلم. طيب، الصحابي اللي معانا النهاردة سيدنا حارثة ابن النعمان عمل حاجتين مهمين جدا جدا، وهم كانوا سبب لو وقفنا عن المحطة المهمة جدا في حياته. الصحابي الجليل دهوت عمل حاجتين مهمين قوي، اللي هم ان هو كان من اهل بدر واستشهد في بدر، كان شهيد في بدر، وكان بارا بأمه، وده سبب من الأسباب اللي جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يبشره بالجنة في حياته. قال صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة، دخلت الجنة فسمعت قراءة، قلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان الله يرضى عنه. فكان كذلكم البر، قال صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر. نعم، وكان أبر الناس بأمه رضي الله عنه وارضاه. طبعا عارفين الإسلام، الله يسلمك أستاذ أحمد، أنت عارف إحنا قبل الفطار بساعة عندنا دلوقتي، وكان عندي خطبتين النهاردة ويعني تراويح كل يوم، فبدي أشرب مية عشان صوتي يسلك شوية، ولكن إن شاء الله بزبط بعد الفطار يعني. الله يحفظك ويبارك فيك، الله يجزيك خير. الله سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ده الله سبحانه وتعالى يقول: إما يبلغن، شوف النص في الآية، إما يبلغن عندك، عندك يعني عندك، عندك يعني ها، عندك يعني فين؟ حياكم الله يا أم زكريا، الله يحفظك ويبارك فيك يا رب، كل عام وحضرتك بخير. قال لي: إما يبلغن يا جماعة عندك، يعني عندك، عندك مش في دار المسنين. للأسف الشديد لما بيكبرهم بيحطهم في دار المسنين، فربنا بيقول له عندك، لما إما يبلغن عندك يعني هما لازم يكونوا عندك في البيت مش في دار المسنين. عايزين نفهم القرآن. يا رب سبحانك يا رب. إما يبلغن عندك الكبرى أحدهما
أو كلاهما، فلا تقل لهما أف أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. الآيات كثيرة، فمن أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى البر بالوالدين، والآيات كثيرة: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، حتى وإن كان كافرين، حتى وإن كان كافرين، قال: وصاحبهما في الدنيا معروف. رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك، ثلاث مرات. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فمهم أن احنا نعرف النهاردة في قصة الحارثة بن النعمان، أمه كانت الربيع بنت معوذ، وما كانش عندها للولد ده، بس الصحابي ده، واستشهد في بدر، وبسبب بره لأمه بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لذلك لما رأى في الجنة وسمع قراءته وصوته في الجنة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: كذلكم البر، كذلكم البر، كذلكم البر، مع أنه كان بدري، بس برك بأمك أو بأمك ده عند الله حاجة كبيرة جدا جدا. الأم لها منزلة عالية يا جماعة. في زمن سيدنا داود، شوف القصة دي، كان فيه امرأتان كل واحدة منهم معاها ولد، فجاء الذئب فأكل ولد من هؤلاء الأولاد. الذئب خد ولد من الأولاد دي، فراحوا قالت: دي تقول ده ابني وده تقول ده ابني وكذا، فراحوا لسيدنا داود فحكم بالولد للمرأة الكبيرة في السن. فالصغيرة يعني برضو لقت سيدنا سليمان موجود، قالت له: احكم بينا. فسيدنا سليمان قال: طيب نجيب معكم ولد واحد، نجيب منشار ونشق. سيدنا سليمان كان ذكي، ربنا أعطاه فهم وعلم وحكمة، نجيب منشار ونشق الولد ده نصين، وكل واحدة تاخد نص. فالمرأة الصغيرة في السن قالت: لا، أعطي الولد للمرأة الكبيرة، مش عايزاه. فعلم سيدنا سليمان أن الولد هذا للمرأة الصغيرة وليس للكبير، لأن الأم بتحب الابن، إزاي تقبل إن ابنها يتشق بالمنشار نصين؟ الكبيرة مش همها، مش ابنها. فسيدنا سليمان فهم من الولد للمرأة الصغيرة فأعطاه للمرأة الصغيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لقى المرأة التي تبكي عند القبر، تبكي لأن ابنها الوحيد مات، فقال: اصبري اصبري. قالت: إليك عني، إنك لم تصب بمصيبتي. يعني سبحان الله، المرأة تحزن طبعا عشان ابنها، والأم تحزن. فأم حارثة بن النعمان الربيع بنت معوذ بقت ست كبيرة في السن قوي، كبرت وظهرها انحنى، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ ذكرني في ابن حارثة. وحارثة استشهد يوم بدر. قالت: فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء، هبكي عليه. فقال يا أم حارثة النبي صلى الله عليه وسلم: إنها جنان في الجنة. لذلك عز وجل ربنا يقول جنات، ما في جنة واحدة، جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات هي مش جنة واحدة. إنه هو في جنان في الجنة، وقد أصاب منها الفردوس الأعلى. الله أكبر، وقد أصاب منها إيه؟ الفردوس الأعلى. لما نتذكر عن البر يا جماعة، وده رسالة النهاردة للشباب سواء كانوا بنات أو بنين، يعني لازم أمهاتنا نجلس عند أقدامهم. الأم دي مهمة جدا، حاجة غالية قوي، ربنا لسه بيرزقك وبيعطيك وبيكرمك بسبب الأم اللي أمك اللي أنت بتخلي بالك منها وبتحترمها دي. فأبو هريرة كان يروح يدعو أمه للإسلام، فكانت تسب النبي عليه الصلاة والسلام، لا تسمع كلامها يعني طيب يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة، فيبكي يقول: يا رسول الله، كلما دعوت أمي يعني تتكلم فيه كلام، وأنا ما بيزعلني هذا الكلام، أدعو الله أن يهدي أمي يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اهدي أم أبو هريرة. ذهب للبيت لها بتغتسل،
فلما سمعت صوت جاي من بره قالت يعني انتظر انتظر، واغتسلت ولبست الخمار بتاعها وخرجت لأبي هريرة ونطقت الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. فسيدنا أبو هريرة يبكي ومبسوط ويروح للنبي وسعيد، فيقول له يا رسول الله أمي أسلمت يا رسول الله، فيقول يا رسول الله أدعو الله لأمي يا رسول الله. فمن علامات الإيمان حب أبو هريرة وحب أم أبو هريرة، إن أي مؤمن لابد أن يحب أبو هريرة وأمه، كان هذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت دائما تقول له السلام عليك يا أبو هريرة، ولعليك السلام يا أمي، يقول لها جزاك الله عني خيرا كما ربيتني صغيرة، وهي تقول له جزاك الله عني خيرا، جزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرا. يا سلام، هذا العلاقة بين الأم والابن، يقول لها جزاك الله عني خيرا كما ربيتني صغيرا، وهي تقول له جزاك الله عني خيرا كما بررتني كبيرا. هكذا رجل يمني يحمل أمه على ظهره ويطوف بالبيت سبعا، ويقول لسيدنا عبد الله بن عمر هل أديت حقها؟ يقول ولا بزفرة واحدة، طلقة واحدة من ألام الميلاد ما أديت حقها. شايل أمه على ظهره من اليمن حتى طاف بالبيت سبعا. يا جماعة، الوالدين وخصوصا الأم برهم على طول شورت كات على الجنة على طول. عارفين قصة الثلاثة اللي كانوا في الغار، لما راحوا في الغار واتقفلت عليهم الصخرة وبدأ كل واحد منهم يدعو الله عز وجل بصالح عمله، كان منهم واحد بيقول أنا كنتش أأكل أولادي إلا لما أطعم أبي وأمي قبل أن ينام. ففي مرة من المرات اتأخر، فلما جاء بالطعام باللبن والطعام وكذا، وجد أمه وأبوه نايمين مرضاش يصحيهم ها ولا يقظهم، ووقف وأولاده يتضوعون جوعا حتى قام من النوم وأطعمهما. قال يا رب إن كنت فعلت ذلك في سبيلك يا رب وابتغاء يعني مرضاتك يا رب، يا رب ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. رجل أراد أن يأتي إلى الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أم؟ قال نعم يا رسول الله. قال الزمها فإن الجنة عند رجلها، حديث رواه الإمام أحمد، حديث صحيح. قال الزمها يعني الزم خدمتها، خليك تحت رجليها، قبل إيد أمك، قبل دماغ أمك، قبل قدم أمك، ها ما تخلاش محتاجة حاجة. لذلك الآية قالت إما يبلغن عندك، مش بيت المسنين يا معلم، عندك الكبر، عندك هم، أيوة عندك في البيت، لا إله إلا الله. وقال صلى الله عليه وسلم هو على المنبر رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له، وقال رغم أنفه من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة، رغم أنفه يعني خاب وخسر. فإذا ألنت الكلام لوالديك وأطعمتهما تدخل الجنة إذا اجتنبت الكبائر، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. ألنت الكلام احترام، ده حتى من أنواع العبادة النظر للكعبة والنظر للمصحف والنظر إلى وجه الوالدين برحمة، بلين الكلام بعطف ولين وبر. إذا فعلت ذلك وأطعمتهما مش محتاجين حد قال تدخل الجنة على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سبب من أسباب أن سيدنا الحارثة بن النعمان شهيد بدر، ما ذكرش أنه هو يخش الجنة بسبب بدر، طبعا أهل بدر دول لهم منزلة عالية عند ربنا، ولكن ذكر أنه سمع قراءة الحارثة بن النعمان صوته أو حد ذكر اسمه أنه دخل الجنة. ليه يا رسول الله؟ قال كذلكم البر، لأن هو كان برا بأمه. وهذه القصة تذكرني في أحد التابعين اللي ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم وقال لسيدنا عمر إذا جالك الرجل ده في الحج من اليمن روح اسأله إن هو يعمل لك دعاء. الله أكبر، سيدنا عمر يسأل الرجل ده اللي هو تابعي وراجل فقير جدا
وكان عايز يجي للرسول، بس حاجة منعته ان يأتي الى الرسول، وبدل ما ياخد لقب تابع ياخد لقب صحابي. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم زكاه وتكلم عنه، وسأل عمر ان يسأله الدعاء له في الحج. قال كل سنة في الحج سيدنا عمر يسأل: هل جاء أويس القرني؟ أويس القرني من اليمن، سيدنا أويس القرني كان في اليمن، واللي منعه انه يروح للرسول عليه السلام ان هو ظل بجانب امه يبرها ويخدمها، فكان ده سبب ان الرسول عليه السلام يقول لسيدنا عمر: اسأل أويس ان هو يدعو لك. الله اكبر. فأسأل الله يا جماعة ان شاء الله ان يحشرنا واياكم ان شاء الله في زمرة هؤلاء النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فدايما بقول للناس الحمد لله ده الصحابي رقم 19 النهاردة، احنا لسه معانا صحابة، لسه معانا اللي بشروا بالجنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وغير زمن النبي، لان احنا ما نحكي عن بكرة ان شاء الله نتكلم عن حسن الحسين، وبعد بقى نتكلم على ايه، على امهات المؤمنين خديجة والنساء بقى، النسوة من الايه، من الذين بشرنا او من اللواتي بشرنا بالجنة ان شاء الله بإذن الله عز وجل. فربنا يتقبل منا وإياكم ويجعلنا ممن يستبشرون بالفعل الخير والخير في رمضان. وخلاص العشر الأخارة في رمضان على وصول، فنقول كما سألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ماذا أقول يا رسول الله في العشر الأواخر دول، أحسن دعاء إيه؟ قال لها: أحسن دعاء إن أنت تقولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا يبارك في حضراتكم، ربنا يحفظكم يا أم زكريا، وكل عام وحضرتك بخير. أستاذ أحمد عبد العظيم حبيب قلبي، شيخ وائل، الدكتور وائل حبايبنا اللي بيسمعونا دايما وبيشوفونا وبيدعوا لنا بظهر الغيب، وإحنا بندعي لكم برضه، ندعو لكم بظهر الغيب إن شاء الله. ربنا يبارك فيكم ويتقبل منكم ويحفظكم ويحفظ أبنائكم ويبارك لكم في أعماركم، ويجعل دايما أعمالكم في الخير إن شاء الله، ويبشرنا لأن عاجل بشرى المؤمن إن شاء الله في الدنيا. نعم، الرؤية الصالحة عاجل بشرى المؤمن في الدنيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أحبتي، نراكم على خير. يا ريت تعملوا شير للفيديو ده، خلي الناس تعرف قدر بر الوالدين، خصوصا بر الأم، من خلال الصحابي الجليل اللي كان معانا النهاردة اللي بشر بالجنة، الحارثة ابن النعمان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.